مدى أهمية المعسكرات المغلقة للفريقين حتى، يعني إيه أهميتها بتبقى في التوقيت ده بالنسبة لمباراة يعني نهائية بالشكل ده؟ هو طبعا التركيز بيبقى مهم جدا، التعايش برضه بيبقى مهم جدا، يعني التركيز والتعايش واللعيبة، بدل ما كل واحد النهارده بيتمرن وياخد شنطته ويجري خلاص، ولكن التعايش النهارده يومين ثلاثة قبل المباراة بتدي روح حلوة للفرقة. الفرقة ممكن تتفرج على حاجة، ممكن يقعدوا مع بعض، ممكن يكلموا بعض، المدير الفني ممكن يقعد معاهم، اللعيبة كابتن الفرقة ممكن يقعد مع الفرقة يحسها على ان الماتش مهم بالنسبة لنا. فالمعسكر مفيد جدا، مفيد ايضا في عنصر التغذية، يعني حتة التغذية النهارده اللعيبة كلها بتاكل حاجة واحدة، النهارده اللعيبة كلها متعايشة على وجبة واحدة، مفيش بقى النهارده كل واحد بياكل لمزاجه، مستوى البدني متقارب، يبقى في دكتور تغذية موجود، والنهارده بينسق مع الاوتيل اللي موجود فيه ان انا عندي الفطار كذا والغدا كذا والعشاء كذا، فكل هذه الامور بتساعد اللعيبه والجهاز الفني ان فعلا المعسكر بيبقى مفيد جدا في هذه المباريات. وزي ما قلت لحضرتك، بعيدا عن بقى ان اللعيب النهارده ماشي في وسط سوري عربيات بقى، والنهارده النجوم والناس شايفاه وشدوا حلقه، مش هيسلم، وخصوصا زي ما قلت لحضرتك اذا كان النجوم معروفين كمان على الساحه، فدي بتؤثر عليه، بيبقى اللعيب نفسه حتى متوتر، هو بيبقى الجمهور عايز يوصل له رساله، بس يعني اللعيب بيتوتر وبيبقى تحت ضغط شويه، وبيبقى يعني تحت ضغط، ولكن المعسكر بيبقى المشجع فيه ده نفسه يشوف لاعب معين يقول له والنبي بتبقى والله بجد انا ساعات دي الجماهير، حضور الجماهير هي بتدي دي، ده بقى شايفه احساسهم بالكلام يعني. طبعا والجماهير، الجماهير طبعا عندها حس، والجماهير طبعا بتشكر على كل ما تقوله للعيبة من حس ومن تشجيع ومن اهتمام، وده وصل للاعبتنا اكيد يا كابتن فتحي. طبعا بس المعسكرات انا شايفها بتبقى حاجة ايجابية كويسة جدا. احنا متعودين فاكرين زمان يا كابتن لما يقول لك دايما، وكانت مقولة دايما، دلوقتي حتى الناس كلها بتتكلم، يقول لك اللعيب المصري لما بيعمل معسكرات طويلة بتاخد منه افضل. دلوقتي يمكن ما بيحصلش الكلام ده طبعا للاجندة الدولية او يعني كل 3 ايام ماتش، لكن الجزء اللي عايز اخد حضرتك فيه ان المعسكرات دي كمان جزء منها بيبقى جزء ترفيهي، عشان الناس برضو تعرف ان ما بيكونش ضغط على طول، لكن بيكون وحضرتك عارف يمكن في جزء منه ان اللعيبه بتاخد مثلا فري، تقعد مع بعض، تنزل تتكلم، تخرج بره الضغوط دي كلها، وبيتكلموا وبيضحكوا وبيهزروا. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه اللي هاخدها من كلام حضرتك، تجربة 85 دي بتثبت كمان ان، وانا دايما بقولها، ان اي 11 ان شاء الله يوم الجمعة موجودين، اي غياب حتى لو غاب نجم، ده بيكون مولد نجم جديد. مباراة القمة بيبقى مولد نجم جديد. ممكن جدا الناس متخوفة لا قدر الله مثلا فلان، لا ده ممكن جدا يبقى ايجابي في كورونا، انا بقول ان شاء الله ما تقلقش، الولد اللي هينزل او الناس اللي هتنزل ممكن بالنسبة لها بيكون الموتيفيشن أعلى وطموحاته أعلى في المباراة.